انا اللي غلطان من الاول اني وافقتك. وافقتني في ايه؟ وافقتك في اني اقعد معاك لو بعد ما نقي فاصوليا بيضة. ليه ليه مش تاكل مني؟ واه انت انجنيت يا قعصي. تدري لو الصحافه دريت بيا وانا قاعد ماقي فاصوليا اللي بيصير؟ تصير فضيحه. انت من اهل البلد اللي مستويين معاك. لا شكلك نسيت اياك. شوف شوف طلع الخلقات. انا دكتور، دكتور نشأت ولا نسيت اياك؟ فوق 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 دكتور نشأت مين؟ ده انت ميت. طبعا عندك حق. من اللي وافقت من الاول وقعدت كده؟ ماشي هتروح الهيبه. هي راحت خلاص. انت عندك هيبه اصلا من الاول؟ يا عاصي تحترم نفسك وبلاش الحديث الماسخ ده. يا جدع يا جدع اقعد بالخلقه دي، ضحكتني والله ضحكتني. اقعد اقعد يا عاصي، قلت لك احترم نفسك. اقعد. تطبخ لنا ايه؟ باميه. اه وهتعمل لنا خضرة ولا حمرة؟ بالطماطم. ما بحبهاش بالطماطم، بحبها خضرة. هعملها في الجروب بتاع العمارة بالطماطم. طماطم جروب العمارة؟ ايه يقولك ان انا دخلت جروب العمارة وما لقيت اللي قلته؟ لا والله ده جروب تاني. جروب تاني؟ جروب تاني ايه ياك؟ جروب محب الطماطم. يا اخي قلت لك انا ما بحب الطماطم. جبت بالفلوس طماطم كلها. واه يعني تطبخ لنا قرديحي اياك؟ كيف يعني قرديحي؟ ده احنا اهل الكرم، واعملها لك باللحمه كمان. لحمه كمان؟ وبتعرف تطبخها باللحمه؟ شوف يا جدع الرقافه اللي فيك. يا اخي من حقي اطمن على اللي هاكله. وين شطارتك؟ انا لو عايز عملتها بصبع رجلي. ليه وانت الشيف براك ولا ايه؟ مين الشيف ابو وراك ده؟ لا ما بتعرفش انت الشيف براك؟ لا ما اعرفوش، وين ده؟ الشيف براك ده شيف تركي عنده مطاعم مشهورة أوي على السوشيال ميديا. سوشيال ميديا؟ مشكلتك يا قعيصي إنك بتاخد معلوماتك من مصادر غير موثوقة. تعال شوف أنا بقى مصادري، أنا باخدها من اليوتيوب. خلاص أنا هسكت وخلاص. وأنا ناكف في مين؟ أنت يعني لازم تناكف في كل حد؟ أمال أقعد كده؟ لا وما في أزيد منك عشان أناكفه. مش معنى أنا دكتور نشأت. يا أخي كيفك ده؟ كيفك ده؟ يا دكتور نشأت، يا دكتور نشأت. واجهك دين الفن رسالة.